مرحبا برج العقرب، حابب تكون توقعاتك الأسبوعية للأسبوعين القادمين. التوقعات راح تكون حق الطالع الشمسي والقمري. بالعادة الشمسي هو الأولى، إلا إذا ما انطبق عليك توجه نحو القمري الطالع إلى آخره. راح أنظر إلى جميع الأصعدة، ولكن الرسالات المهمة هي اللي راح تظهر في قراءتك. ممكن يكون صعيد عاطفي، مالي، عملي، قانوني أو صحي. عندك الإمبراطور، احتمال أنت يا برج العقرب صار لك فترة طويلة تتبع نفس الأسلوب، لدرجة أن أنت تمللت من تكرار النمط وإن كنت مستقر فيه. احتمال هالنمط هو عبارة عن طريقة معاملتك للآخرين. عندك كارت الساحر جنب الإمبراطور، راح تحاول أن تنظر الأمور من منظور مختلف وتغيرها، لأن الإمبراطور طاقته ضد جدا ناضجة، هو ملك الملوك، فعشان يحدث التغيير يكلف الموضوع أكثر وقت، أكثر جهد، أكثر صعب، أكثر أنه يغير الإمبراطور طريقته في التعامل، أنظمته، القوانين اللي وضعها، طريقة تصرفاته، جدا صعب بالنسبة له. أوكي، يتطلب منك الموضوع أن تأخذ كارت الساحر، طاقة اللي أنت تستطيع أن تخلق لنفسك كل شيء بما أن جميع العناصر موجودة عندك. لكن أشوف عندك خوف من شيء معين. ما هو هذا الشيء؟ عشرة الأكواب موجودة هني تقول لك بغض النظر إذا بقيت على حالك أو رغبت في التغيير، أنت في الحالتين ستكون مستقر وسعيد. أوكي؟ أربعة، الموضوع ما يخص السعادة بالنسبة لك، الموضوع يخص النمو الداخلي. لما توصل إلى مرحلة الإمبراطور، الإمبراطور يمثل نسبة مثلا 99.999. التغيير الذي يجب أن يجلب هذا الشخص إلى نفسه يكون أصعب بأضعاف مضاعفة من الأشخاص العاديين اللي هم في طاقة فارس، اللي هم في طاقة البيج، اللي هم في طاقة الأميرة. جدا أصعب، لأن هذا وصل إلى مرحلة النضج. احتمال يا برج العقرب أن أنت تعودت لفترة طويلة على أن تعامل الآخرين بطريقة معينة، أو يكون تفكيرك بطريقة معينة، دائما تفكر نفس التفكير. عندما شخص يسوي لك واحد تفكر فيه اثنين، صرت صارم في إجراءاتك، في تفكيرك، في تطلعاتك حتى، لدرجة أن أنت برج العقرب ابتديت تدرك أن حان الوقت للتغيير. نعم، وصلت إلى مرحلة العشرة، الاستقرار، السعادة، نوع من الثبات في نواحي معينة. احتمال الثبات يكون داخل المنزل مع الأبناء، عندك رقم أربعة، مع الأبناء، مع الأهل المقربين، في محيط عملك. نعم، في ثبات، ولكن الثبات هنا ما يعني لك السعادة، لأن أنت تعرف أنك محتاج إلى التغيير. صار لك وقت طويل على نفس الحال، لدرجة أن الإمبراطور تجمد على كرسيه. أنت جدا كأنما هني تدعو إلى التغيير، وتدعو أن تكون في مساعدة إلهية أو كونية تعينك على هذا الجانب. إمبراطور عنده شفت على الاستقرار اللي أنت راح تصله في المراحل القادمة، ولكن تنظر بعين الغبطة، ما بقول لك حسد، غبطة، وتحسد الأشخاص اللي لحد الآن يملكون خيارات أكثر منك في الحياة. تراهم محظوظين أن عندهم مسؤوليات أقل. احتمال يكونون أشخاص عزاب لحد الآن ما تزوجوا، أسلوب حياتهم مريح لأن لحد الآن عزاب. وأنت إمبراطور، الإمبراطور جدا مرتبط، إما بعمل، إما بأسرة، إما زواج، ولا يستطيع التملص من ارتباطاته. فارس السيوف،
سترى أن الحل الوحيد من أجل أن تجلب التغيير في الفترة القادمة لحياتك أن تصارح من حولك برغباتك. رح تكون صريح، عندك طاقة السيوف، فارس السيوف عنده حصانة، طائرة، سيفة، درعة، وأيضا كتابة، فمهمة ليخبر الناس عن حقيقة معينة. احتمال أنك تمللت من أن تكون في دولة معينة لفترة طويلة، احتمال أنك من زمان ما سافرت، احتمال أنك من زمان لم تضع نفسك أولا، دائما كنت تعطي الآخرين اللي حولك، الأهل، العمل، الموظفين إذا أنت كنت مسؤول عنهم، ولكن أشوفك نضجت، يعني دائما أنت المسؤول اللي في صنع القرار والآخرين يعتمدون عليك، فسيرون أن أنت جدا تفاجئهم. فارس السيوف يفاجئ لأنه عنيف ولأنه سريع، يفاجئهم برغبته كذي. راح يقولون من أين أتت لبرج العقرب هاي الرغبة بأن يكون وحيدا، بأن يسافر، بأن يسوي شيء مختلف لمرة واحدة. أوكي، آخر كارت 10 السيوف. راح تنهي النزاع. أنت ما راح تواجه هذين الأشخاص اللي في محيطك اللي ينتقدون تصرفاتك أو يتساءلون عن دوافعك من أجل التغيير. في تغيير مهم أنت بحاجة له، أوكي، ولكن بدل أن تحارب أو تقاتل أو تستخدم طاقتك في أن تفسر لهم، راح تخليهم لوحدهم يدركون الموضوع. أنت راح تريح حالك، ما راح تدخل معاهم في أي نقاشات طويلة. راح تريهم بالأفعال، تريهم أن هذا الوضع وإن كان جيد، وإن كان المجتمع يرى أن منصبي أوكي، عملي منيع، عملي أوكي، الأبناء بخير، كل شيء تمام عندي، أنا غير سعيد، في شيء صار لي من فترة أفتقده، حان الوقت لإنهاء هاي المرحلة، مع أني أنا الإمبراطور ولكني لا أستطيع الاستمتاع بوقتي لكثرة المشاغل، لكثرة المسؤوليات، لكثرة الأشخاص اللي يعتمدون عليه. راح تاخذ بريك من 4 الخماسيات، طاقة عدم النمو، إلى 4 السيوف، طاقة حان الوقت أني أنا أرتاح وأفكر ماذا أريد أن أفعل تاليا من غير أن أناقشكم. هني عندك طاقة لا أريد المناقشة، عندي سيف، عندي معلومة، عندي مهمة، سأخبركم الحقيقة وأرحل. طاقة الانتهاء من الموضوع، ممكن يكون موضوع على أي صعيد، خذ القراءة بما يناسب وضعك الحالي. رح نشوف إذا في أي رسائل ثانية. هني أشوف على الوضع الأسري احتمال، العملي أكثر من العاطفي. رح نشوف إذا في رسائل للوضع العاطفي أو الصحي. على الوضع العاطفي وأيضا الصحي، أحسهم مدموجين مع بعض. أنت مستعد يا برج العقرب لفتح صفحة جديدة، صفحة جديدة لدرجة كأنما ترى الشريك لأول مرة، أو تدخل في مشكلة وجدال معاه لأول مرة، طاقة جديدة، ولكنك جدا مستعد وجدا مستمتع. راح تنتبه على حالك في الفترة القادمة، أوكي، خصوصا من ناحية الصحة. إذا في أي نصائح تبع الطبيب أو الدكتور، لأن أنت عملت فحوصات من قبل أخبرك أن الضغط مرتفع، السكر مرتفع، أنت على وشك الإصابة بمرض معين، راح جدا تنتبه لحالك في الفترة القادمة، أوكي، تهتم لأكلك، تحاول أن تقلل التدخين، أوكي. وأيضا في نفس الوقت كأنما هنا عندك طاقة تريد أن تعيد شبابك، وإن كنت شباب تريد أن تعيد النظارة لحياتك من أجل الطاقة الجديدة، من أجل الشريك، تريد كأنما
أن يراك الشريك لأول مرة وإن كنتم موجودين مع بعض في زواج أو في علاقة من فترة. ملكة الأرض، أوكي، تريد أن تبهر الشريك بتغييراتك الجديدة. هي نفس أنت، نفسك يا برج العقرب، ما راح تغير من مبادئك، من معتقداتك أو أي شيء ما شابه، ولكن التغيير الوحيد هو في احتمال الشكليات. راح تهمك الشكليات في الفترة القادمة، زين، تحاول أنك تغير من أجل نفسك ومن أجل الحبيب. تريد بداية رومانسية جديدة معه، مليئة بالمغامرات، مليئة بطاقة الشباب، أوكي؟ هذا اللي موجود عشانك. عندنا ستحاول قبل أن تقوم بهاي التغييرات، اسأل نفسك، يعني لا تسوي تغييرات على طول، حاول أن تبحث في الموضوع قبل أن تقوم فيها. اسأل نفسك ما الذي يناسبني، الأشياء اللي تناسبك، تناسب ستايلك، نصائح الطبيب اللي أنت ممكن تطبقها طبقها، اللي ما تقدر تطبقها شوف لك أسلوب ثاني، استراتيجية ثانية عشان تعوض عنها. هذه طاقة البحث في الموضوع، ابحث في الموضوع قبل أن تطبق، قبل أن تدخل وتغوص بعمق، أوكي؟ ملك الأكواب، ملك الأكواب موجود هنا تحت كارت النجمة، يقول لك لأنه هو ملك فمشاعر مستقرة. برج العقرب، هذه هي طاقتك الخاصة. احتمال يطلب منك برج العقرب أن لا تفقد تركيزك، ما أدري ليش في الفترة القادمة مع التغييرات الجديدة. احتمال يا برج العقرب عندك كرت الثلاثة، احتمال أنك راح تحصل على الكثير من الاهتمام من كذا شخص، بالإضافة إلى الشريك، بالإضافة إلى الحبيب، أوكي؟ فحاسب أنك ما تغوص عميقا وتظل عينك على النجمة. النجمة هي دائما الأمنية الواحدة، الحلم الواحد اللي عندنا، واحد، أوكي، ملكة واحدة. فلا تفقد تركيزك وتبتدي تتخبط بين الشركاء لأن فقط حصلت على بعض الاهتمام. هني ينصحك بطاقة الشك، أن لا تدخل أي شخص يبدي لك أقل اهتمام في حياتك أو يضحك في وجهك. إنزين، خل عندك طاقة الشك، لأن الشريك في الفترة القادمة أو الحبيب، إنزين، واحتمال حتى الأم، هذه هي طاقة الأم الأرض، الأم عندك في حياتك، راح تحس إنك ابتديت تراهق أو تقوم بأفعال غير ناضجة. فلا، لا تخلي الشريك يأخذ عنك هاي الفكرة. نعم التغييرات إيجابية، التغييرات راح تضفي عليك طابع شبابي، تغير من طاقتك، إيجابية نعم، ولكن لا تسمح لها أن تتحول إلى مشروع مراهقين بحيث أنك تكون غير ناضج. هني أشوف لك وضع أن لا تصير كلمة توديك وكلمة تجيبك، ابتسامة توديك وابتسامة تجيبك من الأشخاص الخاطئة، الأشخاص الغلط. خل عينك تظل مركزة على الشريك مهما كان محيطك، مهما كان الناس اللي يحاولون يحصلون على اهتمامك يا برج العقرب. أيضا احتمال كبير أن يرونك أن أنت جذاب جدا في الفترة القادمة، تصبح من غير مقدمات جذاب لهؤلاء الأشخاص. لا تنسى العش، لا تنسى الأساس، لا تنسى الشيء اللي أنت تعبت في تحقيقه لحد الآن مع هاي الشركة. لا تخرب أربع الأغصان عشان غصنين، عشان شركاء متعددين، عشان اهتمام مؤقت. تذكر أن هذا عندك أساس، أساس جميل، أساس قوي، بداية مشرقة في حياتك مع الشريك، أنت مع الشريك بينكم شيء جميل، في احتمال نبرج ترابي، أوكي، في بينكم علاقة أقوى من المظاهر. هذا الشخص سيكون معك سواء حسنت في شكلك أم لا، اهتميت بنفسك أم لا، هذا الشخص يحبك من أجلك أنت. فلا ترخص في شخص هكذا هو معك من أجل أشخاص يهتمون بالمظاهر، أوكي؟
أو يهتمون بالهبة، أو يهتمون لأن أنت احتمال يا برج العقرب ستحصل على سيارة جديدة، سيارة كشخة مع الموضة كذا وكذا. في عندك أشخاص راح تكون اهتماماتهم سطحية فيك. راح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة. Miracles and blessings. البرج اللي قبلك أتوقع الميزان حصل على نفس الكرت. الوقت القادم هو وقت المعجزات والنعم من أجلك. وقت جميل، نعم، وقت فيه الكثير من الفرص، نعم، ولكن تذكر الواحد زائد الثلاثة فوق يعني هذا الكرت، يعني أربعة الأغصان اللي كانت موجودة في قراءتك. فأحرص أن أنت ما يتشتت اهتمامك وانتباهك عن الأشياء المهمة خارج هاي الأساس اللي عندك، عش اللي عندك، أوكي، العلاقة اللي موجودة مع الشريك الحالي احتمال خارجها يوجد مغريات. حاليا في حياتك أنت وقت حصاد، وقت ستلاقي القبول فيه في جميع المجالات، ستحصل على التوفيق في أي أمر أنت تفعله next. أحرص أن جهدك يكون مقنن تجاه الأشخاص الصح، وأن أيضا طاقتك ما تعبث فيها، لأن في الكثير من الفرص بانتظارك. Everything has its gift. كل شيء في الفترة القادمة سيكون بمثابة النعمة لك، ولكن النعمة نفسها إذا استخدمتها بطريقة خاطئة بشكل خاطئ مع الأشخاص الخاطئين ممكن تتحول إلى نقمة. أحرص عندما تأتيك الأموال في الفترة القادمة، عندما تتغير صحتك تصبح للأفضل، يتغير شكلك، أحرص أن تبقي الأشخاص القريبين لقلبك واللي كانوا دائما واقفين معك في هاي الأساسات هم اللي موجودين في حياتك. عزيزي برج العقرب، أتمنى لك كل التوفيق وأشوفك.